السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونتوب إليه ونسأله تعالى من فضله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفانا مع الأبرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه ولا وزير له في ملكه ولا معين له على خلق ما خلق ولم يخلق خلقه على مثال سبق. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة نحيا عليها ونموت عليها ونلقى الله بها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه من خيرة خلقه وحبيبه. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته وقفى أثره وسلك دربه إلى يوم الدين. يا خير مخلوق وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. فاللهم صل على سيدنا محمد كما تجب الصلاة عليه وصل عليه يا ربنا كما تحب أن يصلى عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أيها المسلمون عباد الله، يكفي الواحد منا أن يؤدي فروض الدين، أن يؤدي ما أمر الله تعالى به وينتهي عما نهى الله عنه، ولن يضره أن لا يعلم كثيرا. يكفي الواحد منا أن يكون ذا إيمان عميق بالله وثيق
يكفينا ذلك. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أنزل الإسلام دينا خاتما عاما لكل هذه الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. الله تبارك وتعالى رضي لنا الإسلام دينا، رضي للدنيا كلها الإسلام دينا، سبيلا لسعادتهم في الدنيا وفي الأخرى، سبيلا لمرضات الله رب العالمين، وحلا لمشكلاتهم. من اليوم الأول والناس يدخلون في دين الله تعالى، تقول المصادر إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم توفي وهناك أكثر من 100,000 رجل رأوه فآمنوا به، أدركوه وعاصروه، أكثر من 100,000 من الصحابة آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ورأوه بأعينهم عاصروه وأدركوه. لكن إذا ذهبنا للمصادر في بطون الكتب سوف نجد أن من ذكر في هذه الكتب لا يتعدى 10,000 صحابة. ما يعني؟ أو الأمر الذي يعني أن هناك عشرات من الآلاف من الصحابة الذين اكتحلت أعينهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصدقوه ولا نعرف أسماءهم. هناك عشرات من الآلاف الذين أحبوا هذا النبي ودافعوا عن هذا الدين ولم تذكر الكتب أسماءهم حتى. طبعا كان من الصحابة، مشاهير الصحابة، كان هناك كبار الصحابة، كان هناك المأمورون من الصحابة، وكان هناك من لم يذكر له اسم من الصحابة. يكفي أن نذهب لبطون الكتب لكي نعلم مثلا أن هناك كثيرا من الصحابة الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة مفيدة ومهمة لكننا لا نعرف أسماءهم. مثلا الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: يا رسول الله، أي الإيمان خير؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: من هو هذا الرجل؟ حديث آخر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: يا رسول الله، متى الساعة؟ من هو هذا الرجل يا ترى؟ لا نعرف. إذا كما قلنا كان هناك من الصحابة، كبار الصحابة، كان هناك المشهورون من الصحابة، كان هناك من هو أقل شهرة منهم، كان هناك من نعرف أسماءهم لكنهم أشخاص مغمورون، وكان هناك من الصحابة من لا يعرف له اسم كما ذكرنا في الأحاديث. ما أريد أن أصل إليه هو أن هذا الدين نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكن آمن به الجميع، أحبه الجميع،
دافع عنه الجميع، وكل واحد من هؤلاء عبر عنه بلغته هو. كل آمن برسول الله وبنبي الإسلام وبالإسلام وبكتاب الإسلام الخالق، لكن كل واحد منهم عبر عن حبه لهذا الدين بلغته هو. كبار الصحابة غير مشاهير الصحابة، العشرة المبشرون بالجنة ليسوا مثل غيرهم. نحن الآن مع هؤلاء الصحابة الذين لا نعرف أسماءهم، بيد أن الكتب ذكرتهم في بطونها. عندما نتحدث عن الصحابة أحيانا يخيل إلى أذهان البعض أننا نتحدث عن أناس كانوا في التفكير فلاسفة وفي الحديث مناطقة وفي الميدان قادة ورجال حق. لكن الحقيقة خلاف ذلك. كما ذكرنا للتو، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي هو حديث صحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن معاذ بن جبل صحابي كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بقومه، كان يصلي صلاة العشاء بقومه، وكان هناك من بني سليمة رجل يسمى سليم. هذا غايب ما نعرفه عن هذا الرجل، اسمه سليم، سليم. هذا الرجل سيدنا معاذ بن جبل في يوم من الأيام تخلف أي تأخر عن صلاة العشاء، فالرجل مباشرة صلى وحده ثم انصرف إلى بيته. لما جاء معاذ بن جبل بعد ذلك ليصلي بالناس صلاة العشاء، أخبره الناس وقالوا له لأن سليما صلى وحده وانصرف. معاذ بن جبل بعدما صلى ذهب في اليوم التالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له لقد حصل كذا وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم طلب سليما هذا، استدعاه ثم قال له يا سليم لما فعلت هذا؟ لما فعلت ذلك؟ لما صليت وحدك وانصرفت؟ فقال يا رسول الله إن معاذا يأتينا ونحن نياب فيصلي بنا، وأنا رجل أعمل بالنهار، فإذا أمسيت أمسيت ناعسا. فلما تأخر علينا معاذ صليت وحدي وانصرفت إلى بيتي. فقال له سيدنا رسول الله وماذا فعلت إذ صليت؟ كيف صليت؟ فقال يا رسول الله لقد قرأت الفاتحة وقرأت سورة ثم جلست فتشهدت وسألت الله الجنة وتعوذت به من النار وصليت عليك يا رسول الله ثم انصرفت ولست أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدندنة في اللغة العربية هو النغمة بدون كلام مفهوم، أن تسمع نغمة أو صوتا بدون كلام مفهوم. يا رسول الله لقد انصرفت ولست أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فضحك سيدنا رسول الله وقال وهل أدندن أنا ومعاذ إلا لندخل الجنة ونعاذ من النار؟ ثم قال يا معاذ أفتان أنت يا معاذ؟ إذا صليت بالناس فأتهم قبل أن يناموا ولا تطول عليهم. وسلم
سليم هذا؟ قال لمعاذ: يا معاذ، غدا سنلتقي بالعدو فستعلم من أنا ومن أنت. في غزوة أحد عندما تقابل المسلمون بالكفار، خرج سليم هذا شاهرا سيفه، قاتل في سبيل الله مخلصا حتى قتل في سبيل الله رحمه الله. فكان معاذ بن جبل إذا ذكر عنده سليم يقول: هذا رجل صدق الله، أما معاذ فقد كذب الله. سيدنا معاذ شخصية ليست هينة من صحابة رسول الله، لكنه يريد أن يقول إن هذا الرجل صدق الله، فالله عز وجل اختاره شهيدا، أما أنا فالله عز وجل لم يختارني شهيدا. سليم هذا في بطون الكتب لا ذكر له، فقط هذه الحادثة. لكن الرجل يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات يسيرة، يقول له: يا رسول الله، أنا لست عالما مثلك، ولست فقيها مثلك، ولست منطيقا، ولست جهبزا لدرجة أنني لا أفهم كثيرا مما تقول يا رسول الله، لكنني أحمل بين جوانحي وبين ضلوعي إيمانا عميقا بالله وثيقة، أحمل بين جوانحي إيمانا حارا ملتهبا، أحب هذا الدين وأحب نصرة هذا الدين. بكلمات يسيرة وقال له ذلك، وهو رضي الله عنه ورحمه الله قد برهن عن ذلك في غزوة أحد إذ دافع عن الدين حتى قتل واستشهد في سبيل الله. هذا هو نموذج الإيمان في نفوس الطاعة. أنا أصلي، أصوم، أزكي، إذا استطعت أحج البيت فقط. هذا هو نموذج الإيمان في نفوس الطاعة. كل ما أعلمه عن دين الله أطبقه، لكنني لا أعلم كثيرا من الدين. وهذا نموذج محترم وجدناه من بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل النموذج الذي رأيناه للتو. وهناك نماذج كثيرة، مثلا منها ذلك الرجل، والحديث في الصحيح، حديث طلحة بن عبيد الله، أن رجلا من أهل نجد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس شعره، يدندن بأشياء لا نفهم له كلامه، حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، فقال له: يا رسول الله، أخبرني بما افترض الله علي من الصلاة. فقال له صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليل. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: أخبرني بما افترض الله علي من الصيام. ويريد أن يعرف أشياء، يعني كما نقول بالقلم والمسطرة. قال: صوم رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بالزكاة، فقال له: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فذهب الرجل وانصرف وقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم كلمته المشهورة: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. صلاة، صيام، زكاة، صار الرجل من المفلحين، صار الرجل من المفلحين. ونحن يا عباد الله نقدر أن نكون من المفلحين، أليس كذلك؟ أنا يعني
بصورة واقعية فضلت ألا أتحدث عن كبار الصحابة ولا عن مشاهير الصحابة، لأن النتيجة عندئذ تعجيزية. أقول يعني أين نحن وأين هم؟ يعني إحنا فين وهم فين؟ أليست كذلك الإجابة؟ بعض الناس يضج وينزعج عندما نتحدث عن زهد أبي بكر وعدل عمر وحياة عثمان وشجاعة علي، يقول لك هؤلاء كبار، هؤلاء كبار، نماذج كبيرة جدا علينا، حدثنا عن أشياء نعرف كيف نتواصل معها. إذا هذا هو الرجل، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا أصلي وأصوم وأزكي، لا أفعل المحرمات، لا أزيد على ذلك ولا أنقص، هذا هو الذي أفهمه من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد أسلوبه في الحياة وزكى طريقته. والله بمستطاع كثير منا أن يكون مثل هؤلاء الرجال، أليس كذلك؟ منا مثلا، من ليست له شهادات جامعية ولم ينل حظا كبيرا من التعليم، شو مهم؟ هذا ينفع أو لا ينفع، لكنه يحافظ على صلاة الفجر، لكنه يحافظ على صلاة ركعتين بالليل والناس نيام. هذا هو الكلام النافع، هذا هو العمل النافع. من أئمة المسلمين الإمام الجنيد رضي الله عنه، كان إمام كبير في علم السلوك وله كتب ومؤلفات ملأت الدنيا لأهل الاختصاص. لما مات رآه تلميذه في المنام، طبعا رآه تلميذه وقال له يعني يا إمام ماذا فعل الله بك؟ يعني كان ينتظر طبعا أن تكون النتيجة. يعني قال والله طاحت تلك العبارات وطارت تلك الإشارات ودرست تلك الرسوم وفنيت تلك العلوم، وما نفعنا إلا ركيعات كنا نصليها بالأسحار. يعني الكتب، الكلام شوية، يعني الكتب اللي أنا عملتها والجلسات والمواعظ والسفرات والذهاب هنا وهنالك، كل ذلك ذهب سدى، ولكن الله عز وجل أدخلني الجنة بفضل ركعتين كنت أداوم عليهما في الأسحار. هذا هو الفهم الحقيقي للدين، والذي يفهم الإسلام من هذه الزاوية فهمه صحيح. الذي يفهم الإسلام والنجاة من النار من هذا الباب أمر رائع. فمن الطيب ومن الحسن أن يفهم الإنسان منا دينه فهما عاديا يسيرا سلسا، فهذا هو الإسلام. الإيمان العميق أيها الأحباب كما يقال يحرق المراحل. الإيمان العميق، الإيمان بالله العميق، صدق التوجه واللجوء إلى الله عز وجل، الحب الجارف والغامض لهذا الدين يحرق المراحل. الإنسان المسلم المؤمن الذي يملك إيمانا عميقا صادقا وثيقا بالله رب العالمين هو شخص بيصل إلى الله عز وجل كما نقول في لا زمن، يصل إلى الله عز وجل مباشرة، بينما غيره يجاهد ويثابر حتى يصل إلى الله، لأن إيمانه عميق، هو يصل إلى الله مباشرة. من أعجب الأمثلة، من أعجب النماذج لاختراق الحجب واختصار المسافات، رجل كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى النبي، كان معاصرا للنبي لم يرى النبي، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. لماذا لم يره؟ حد يكون يعني في زمن النبي وما يشوفش النبي، إيه ده؟ فنذهب إلى رسول الله لنسمع عن السبب الذي منعه من الحضور بين يدي رسول الله لرؤيته والإيمان به بين يديه. في صحيح الإمام مسلم وغيره قال صلى الله عليه وسلم يأتي عليكم
أناس من أهل اليمن فيهم رجل اسمه أويس بن عامر. عرفنا اسمه؟ والله لولا أن النبي تحدث باسمه ما كنا عرفنا اسمه، مع أن هذا الرجل له فضل عظيم سوف نرى، ولكن لولا أن الرسول ذكره بالاسم عرفناه، ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكره في هذا الحديث لكان هذا الرجل مثل آلاف وآلاف من النماذج من الصالحين الذين ذهبوا في طي الكتمان وما عرفنا عنه شيئا. يأتي عليكم أويس بن عام، أويس بن عام في أهل اليمن، رجل كان به برص، أعوذ بالله من ذلك، رجل كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له أم هو بر بها، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت يا عمر أن يستغفر لك فسأله أن يستغفر لك. الله أكبر، الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن هذا الرجل عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، آمن به ولم يره، والسبب أنه لم يرى النبي أنه كان مشغولا بخدمة أمه، كان مشغولا بخدمة أمه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعله سيدا للتابعين وجعله مستجاب الدعوة، لدرجة أن سيدنا عمر النبي قال له يعني اسأله أنه يدعو الله لك، ولما قبله سيدنا عمر قال له ادعو الله لي. الإيمان، الإيمان العميق الوثيق بالله وصدق التوجه إلى الله، عند ذلك يكفيك من العمل القليل، أي عمل حتى ولو كان يسيرا مباشرة يذهب بك إلى الله. شفنا الرب ليس عنده، لكنه عنده رحمة بالأم، عنده رحمة بالأم، الأم جعلته لا يفارقها حتى ولو يذهب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشوف كده ويرجع، لذلك صار مستجاب الدعوة وصار سيدا للتابعين. وسيدنا عمر بجلالة قدره يقول له ادعو الله لي شيئا. نعم، الرحمة أيها الأحباب تدخلك على الله، ركعتين في جوف الليل تدخلك على الله. الرحمة، الرحمة، الشفقة، منا أناس كثيرين ليسوا بأهل علم ولا عندهم معرفة كثيرة بالدين ولا إلى آخره، لكن هؤلاء الناس عندهم شفقة ورحمة فياضة بخلق الله على العموم، بالإنسان بل وبالحيوان، والأمثلة على ذلك كثيرة، أنتم تعرفونها قبلي، تعرفون ذلك الرجل الذي كان يسير فعطش فنزل بئرا فشرب فصعد فرأى كلبا يلهث الثرى من العطش، عندئذ تحرك قلبه وتحرقت مشاعره وقال هذا روح وأنا روح، لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني، فنزع خفه فنزل فملأه فأمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. ما أكثر النماذج، بل ما أكثر المواقف الدامية التي تحتاج منا تحركا، لكن الرحمة غائبة. ما أكثر تلك القصص التي تداوم علينا من هنا ومن هناك تستدعي تعاطفا، لكن الدموع ذاهبة والشفقة منسية، الراحمون يرحمهم الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. تسمعون دائما للمرأة البغي التي شربت من البئر فرأت كلبا
يطيف حول البئر يريد أن يشرب، فنزع خفها مثل ذلك الرجل وسقته فغفر الله له. حديث الصحيح، حديث الصحيح، وهو حديث صحيح عن سيدنا رسول الله، غنيل عن البيان أن سيدنا النبي لم يمدح هذه المرأة لأجل زناها ولأجل بغيها، لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مدحها لأجل رحمتها وإنسانيتها الغالبة التي ربما كانت سببا في أن الله عز وجل ختم لها بخاتمة التوبة فحشرت مع النبيين والصديقين يوم القيامة. وما يدريك النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا الأمثلة بالكلب، عفوا أعزكم الله، والكلب طبعا من أحقر الحيوانات. إحنا إذا لا بنتكلم مع تعاطف مع إنسان، ولا إنسان معذب ولا لاجئ ولا شيء، نحن نتعاطف مع الكلاب يا عباد الله. هؤلاء الذين تعاطفوا مع الكلاب الله عز وجل غفر لهم. لماذا؟ لأن إيمانهم عميق، عندهم رحمة، رحمة فياضة. من الجهة الأخرى مباشرة حتى الوقت لا يذهب منا، الرحمة في ميزان الله لها ميزان عظيم جدا. الإنسان الذي ليس عنده معرفة بالدين كثيرة ولا عنده معلومات كثيرة ولا ولا ولا، لا يحزن إذا كانت عنده رحمة، إذا كان عنده إيمان فياض ورحمة وشفقة على عباد الله وتعاطف على عباد الله، لا يحزن، لأن الرحمة هذا شيء ثقيل عند الله، عظيم في نظر الله. كما إن الغلظة والجفاء والجفاف قد يضيع أعمالا كثيرة، نحن نعلم هذا الحديث الذي يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن تطلعون شوية؟ تطلعون شوية. كما نعلم هذا الحديث الذي فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي أناس من أمتي، سيكون أناس من أمتي يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتي، وصيامه إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ليه يا رسول الله؟ ليه يا سيدنا النبي؟ لماذا يا رسول الله هؤلاء الناس الذين يقرؤون القرآن ويصومون و إلى آخره، لماذا هم يخرجون من الدين؟ لماذا يا رسول الله؟ أقول لك لماذا؟ لأن هؤلاء الناس في كل موقف إنساني ينصبون بامتياز، في كل موقف إيماني يعبرون عن جفاء وجفاف غير محمول في هذا الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذمهم في حين مدح تلك المرأة البغي التي ربما ختم لها بخاتمة السعادة. أنت يا عبد الله، أنت يا عبد الله، لا يهمك أبدا أن تكون معرفتك بالدين معرفة قليلة، لا يهمك أبدا أن يكون علمك علما محدودا، طالما كنت تؤدي الفرائض التي فرضها الله عليك، وطالما كنت تنتهي عن النواهي التي نهاك الله سبحانه وتعالى عنها، إذا كان إيمانك بالله وثيقا، إذا كان إيمانك بالله عميقا، إذا كانت دموعك تسبق دائما تعبر عن رحمتك وتترجم عواطفك وتعاطفك الذي لا حدود له، لا تنزعج. إياك أن تنزعج أنك قليل المعرفة بالدين، لكن انزعج، انزعج إذا كان القلب أصم كالحجارة أو أشد، انزعج إذا كانت العيون متجمدة لا تبكي على سوء أحوال المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يبدل أحوالنا إلى أحسن الأحوال، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم.
الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله مصطفاه من خيره خلقه وحبيبه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه امهات المؤمنين ولا من دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين. عباد الله، اللهم اني داعٍ فامنوا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اللهم على الحق اقدامنا وانصرنا ولا تنصر علينا، افتح لنا فتحا مبينا وانصرنا نصرا عزيزا، وانزل علينا سكينه من عندك وايدنا بجنودك يا من لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واسألوه من فضله يعطكم وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.